التميت لوكا مودريتش، مودريتش عاود المراوغة، مودريتش صاب جول جول. شنو هذا؟ فيكتور طبعا في القائمة الثانية، ايتيبو يا فيكتور، ايتيبو طبعا في القائمة الثانية، فيكتور با 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 جول إليا، جول جول جول، هدف أحمد موسى يا أحمد يا الشباب. تقدم مباراة ممتازة على عكس شوط اللقاء الأول، وأحمد موسى يقدم العجب، يسرح ويمرح مقابل لمصلحة منتخب سويسرا. ملعوبة المحاولات الماضية خطيرة، كرة تسديدة الثاتي اصطدمت، عادت من جديد والمحاولة قوية. راكيتيتش تصويب جول جول، مهزلة فظيعة. ذات كرة من بدري أنيس، ترجع كرة المنتخب البلجيكي، تيكي تاك على طريقة الفلامون، خطيرة جدا أزار، يمشي أزار ويحط الكرة هدول، الهدف الرابع والهدف الرابع من إيدن أزار. منتخب بلجيكي بدون رحمة، ناوي على الخامس، ناوي على الخامس، ما زلت نحكي، ناوي على الخامس، مجرم هذا المنتخب. المنتخب الياباني بعد اعتراضه لكرة باليد كانت في طريقة للشباك، تمشي كرة، آخر المحاولات للمنتخب، الكرة مساحات شوارع موجودة في الدفاع الأرجنتيني. إيفان راكيتيتش، راكيتيتش تصويب جول جول، مهزلة فظيعة.